والعيال اللي بتطلع على اليوتيوب اللي عايزين ضرب الصرم ها عشان يهاجموا. انتوا مالكم مال الزمالك ومالكم مال المستشار؟ انتوا مين انتوا ها بقى؟ احنا عاوزين ضرب الصرم ده كله عشان بنطلع نوري الناس حقيقتكم ونوضح الكذب اللي دايما بتطلعوا تكذبوه على الناس ونوضح الحقيقه. بقى كده عاوزين ضرب الصرم؟ طب تعالى بقى اوضح لك كذبه جديده كذبها جمال عبد الحميد قدام حضرتك وانت قاعد ومبسوط وبتضحك عادي. جمال عبد الحميد في قناه نادي الزمالك طلع وقال لك بقى ان موسيماني صرح بتصريح في الصحافه السعوديه وهو بيلعب هناك لما اتسال عن النادي الاهلي. تعالوا نشوف قال ايه جمال عبد الحميد. عايز تقول كابتن جمال؟ جات لي رساله دلوقتي على التحكيم برضو بعد اذنك. موسيماني مصرح بيقوله هو فشل خلاص. ما سبب فشلك؟ بيسأله موسيماني ما سبب فشلك يا كابتن موسيماني مع أهل جدة؟ قال لهم العدالة التحكيمية داخل أرض الملعب والتي لم اعتد عليها في مصر. بوم كده اهو موسيماني اهو اللي بعت رسالة دكتور ثروت محمد أباظة والحاج كامل عمران. يا راجل يعني موسيماني اعترف انه كان بيكسب مع النادي الاهلي بس عشان خاطر الحكام بتجامل النادي الاهلي؟ انت لو مدرك اللي انت بتقوله هتعرف ان انت غلط وبتكذب كذبه مفقوسه قوي، لان موسيماني اصلا بطولاته مع النادي الاهلي الخمسه كان فيها واحده بس بطوله محليه والباقي بطولات افريقيه. موسيماني مع النادي الاهلي كسب 5 بطولات، 2 دوري الابطال و2 صور افريقي، ده خلاف ثالث العالم مرتين ودي مش بطوله يعني ولكن منصب شرفي. اما بقى البطوله المحليه الوحيده فكاس مصر اللي اصلا فايلر كان مخلص نصها. يعني انت مدرك انت بتقول ايه؟ يعني موسيماني اصلا فقد بطولات مع النادي الاهلي محليه بسبب التحكيم مش العكس. لما تيجي تكذب كذبه يا كابتن احبكها الاول وفكر فيها عشان خاطر تبقى مقنعه للناس كده وتخش عليهم، ما تقولش اي هري والسلام. طب تعالى بقى نشوف صحفي سعودي رد على الخبر ده وقال ايه. طبعا ابحث ربما انا ما ادري وانا القريب من الاهلي والقريب ولا وجدت له اي تصريح بهذه الصيغة أو بهذه الصياغة ولم أجد له إلا كلام جميل قالوا طبعا تجربته مع الأهلي المصري وكلام أجمل أيضا قالوا عن تجربته القادمة إن شاء الله مع الأهلي رغم صعوبة الظروف. أما مسألة الإساءة فلم يتحدث هذا الرجل بأي كلمة عن تجربته مع الأهلي إلا من ناحية الإيجابية. بعد ما قرأت التصريح حتى عنه وجدت أنه للأسف الشديد في موقع لا يعتد به طبعا ولا يمكن البناء عليه. أنا على الصعيد الشخصي أيضا حتى أكون مثلا متيقن من كل شيء تواصلت مع مساعده اللي هو الكابتن يوسف عنبر فقال له احنا الآن في المطار وذاهبين للمنطقة الشرقية وعندنا مباراة بكرة مع القادسية والكلام ذا ما له أساس من الصحة. بالتالي أعتقد أنه مثل هؤلاء طبعا اعتادوا دائما أن يدفقوا الأخبار يفبركوا الأخبار والهدف ليس طبعا موسيماني شخصيا بقدر ما هو إساءة للقلعة العظيمة الأهلي. لكن ثق تماما رجل بهذا الوعي ورجل بهذه التجربة ورجل أيضا سجل من خلال الأهلي إنجازات طبعا لا يمكن نقول هذا الكلام ولا يمكن يتفوه بهذا الكلام. وأقدر أكد لك بما لا يدع مجال للشك أن الرجل منذ أن وصل المملكة العربية السعودية حتى اليوم في أي تصريح له لم يذكر تجربته مع الأهلي المصري إلا بكل رقم. أهو واحد سعودي ولا مني ولا منك قال إيه؟ موسيماني ما قالش كده خالص ولما بتيجي سيرة النادي الأهلي بيجيبه في كل خير. فبلاش كذب بقى وتضبيل وتضليل على الناس وفي الاخر تقولوا احنا محتاجين ضرب الصرم. طب بالله عليكم لا تكتبوا في الكومنتات تقولوا مين اللي محتاج ضرب الصرم. الناس دي لازم تفوق شويه ولازم تبطل كذب عمال على بطال. طب ايه بقى الاسباب اللي بتخليه يكذب كده؟ اولا بيلهي الراي العام عن مشاكل نادي الزمالك التي لا حصر لها، مشاكل الاجانب اللي جت وما لعبوش وطلعوا في شنك وهيمشوا، مشاكل اللعيبه اللي بتحشش ومش عارفه ايه والكلام ده كله، مشاكل في ديون نادي الزمالك وفي الاداره وفي مشاكل في بلاوي كتير جدا مش عارفين يمسكوها، ولكن هو بيلهي الراي العام عشان خاطر محدش يركز معاه. شفتوا التفكير واصل لفين وشفتوا بياخد الناس لفين؟ فبلاش حد يمشي ورا الكلام ده لانه كذب وتضليل عمال على بطال. وفي نهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، ولو مشترك في القناه اشترك، ولو بتشوفنا على فيسبوك يا ريت تعمل لنا متابعه. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.